للمزيد ينضم إلينا دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد أهلا ومرحبا بك. حضرتك وأستاذ المشاهدين في كل مكان. دكتور خالد، يعني كلمنا عن أهمية المعرض في مساعدة الشباب والمرأة في الحصول على فرص عمل والدعم في تسويق منتجاتهم. حقيقة هذه المنصة أيادي مصرية للحرف اليدوية أعتقد النهاردة بتأتي مواكبة للتحول الرقمي والشمول المالي اللي بنشوفه النهاردة في كل مواقع مصر، واللي الحقيقة الدولة بتقدم من خلاله كل الدعم لكل المنتجين وكل المستهلكين. هذه المنصة فيها أكثر من 1000 منتج سواء حرف يدوية وحرفية موجودة من خلال المرأة ومن خلال الشباب ومن خلال تمكين الفرص لهؤلاء، بالإضافة لتوفير فرص من ده بيتيح لهؤلاء الشباب والمرأة توفير فرص عمل، التسويق المنتجات المتعلقة بهم سواء داخليا أو خارجيا، بالإضافة لعمل يعني التحول الرقمي بنشوفه في أبهى صوره من خلال التحصيل الإلكتروني اللي موجود لهذه المنصة، بالإضافة لتقديم كل التمويلات اللازمة من خلال الإقراض الإلكتروني اللي الحقيقة بتقدمه شركة أي أسواق لكل المشاركين فيها أو كل المشاركين في هذه المنصة. نعم. كل ده بنشوفه على أرض الواقع بيترجم إن النهاردة الحرف اليدوية اللي بنشوفها وهذه الصناعات اللي تم يعني انقرضت النهاردة الدولة بتعيد إحيائها مرة ثانية بفضل ما تقدمه من خدمات ومن تمويلات لازمة وتهيئة ومنصات إلكترونية للتسويق من كل هذه المنتجات للمساهمة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في الاقتصاد المصري. بنشوف المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية، وبنشوف اللي بيحدث في مصر النهاردة بيحدث. نعم دكتور، يعني الدولة المصرية بالفعل تحرص على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هل يترجم هذا المعرض ذلك على أرض الواقع؟ ترجمة فعلية وحقيقية على أرض الواقع اللي بنشوفه أن الدولة داعمة من خلال ما تقدمه سواء من قروض أو تيسيرات بالنسبة للعرض والسلاسل الإمداد اللي موجودة في لمد كل المستهلكين بما يحتاجونه من هذه المنتجات سواء داخليا او خارجيا، المحافظه على ما ينتجه هؤلاء وتسويق ما ينتجه هؤلاء داخل المنصه الالكترونيه. اعتقد ان ده بيدلل دعم الدوله الغير مسبوق في دعم مثل هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه وتوفير التمويلات اللازمه، بالاضافه ان هو النهارده مصر مقبلة على التحول الرقمي والشمول المالي. مصر بتترجم ده من خلال ما هذه المنصة أيادي مصر، كل ده بنشوفه مترجم على أرض الواقع من خلال ذلك. نعم دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.